اليوم امتحان كان رياضيات فرع الأدبي، الامتحان كان متوسط، الوقت كافي جدا والحمد لله الامتحان كان سهل. كان امتحان صعب والله ودقيق، يعني بدو وقت كان أكثر من 3 ساعات، زادونا نص ساعة بس كان بدو وقت أكثر. كان صعب نوعا ما، حاجة الوقت أكثر كمان، أكثر من 3 ساعات. امتحان رياضيات صراحة دقيق كثير كان وطويل، يعني خاصة الأسئلة المقالية، الأسئلة المقالية كانت طويلة وشوي أفكارها غريبة، يعني ما عمري شفتها قبل هالمرة. والفكرة تمام الوقت كافي بس إنه في أسئلة بدك تحلها، يعني أنت تجيب فكرتها، يعني بدك تحط يوم كان مش راح تعرف تحل السؤال أصلا، يعني هي الفكرة هون، يعني إنه السؤال صعب نفسه. طبعا الامتحان اليوم كان صعب، الامتحان كثير، يعني امتحان فيزياء صعب، الامتحان رياضيات صعب جدا، الوضع مش طبيعي. يعني جابوا لنا امتحان عربي وسط ونطونا امتحان رياضيات صعب، يعني مصيبة الامتحان، يعني بالموت الواحد يجيب نجاح. امتحان كان كثير كثير طويل ودقيق، يعني اعطونا فوق 2:30 اللي ضافوهم، يعني اول مره قالوا 2:15، خلوه 2، بعدين خلوه 2:30، هسه خلوه 3 ساعات، ومع هيك في افكار كثير طويله. الاسئله المقاليه صح كانت صفحه واحده، بس كل فرع بده اكثر من صفحه او صفحه ونص حل على الدفتر، كثير كثير طويل وفي افكار كثير صعبه. حليت كل الاسئله والامتحانات السنوات السابقه، في اسئله كثير جديده وما في عليه ما في عليها اي فكره موجوده من قبل. امتحان كان كثير صعب. يعطيك العافيه. الامتحان كان مش سهل، مش سهل ولا صعب. امتحان كان متوسط بس الوقت اللي حاطين لنا اياه نتحسر فيها حالنا، لانه الوقت كان على الفاضي، اللي هو الاولاد مش فاهمين شو قاعدين بكتبوا. الامتحان كان من متوسط لصعب، الاسئله المقاليه كبيره، يعني في ارقام، يعني بدك تطلع جواب بدك توصل لمعادلات كثيره. الوقت مددوا لنا اياه، شكرا لهم، بس بدنا كمان وقت يعني عشان الطالب يتمكن ويكثر يراجع اكثر. الاسئله الدع دائره كويسة للطالب الدارس كويس، بس فيها أكمل دائرة، يعني هذول للطلاب القدرات العليا. للأمانة أول شيء الامتحان كان متوسط للفرع الأدبي بس شوي طويل، ومنيح أنه مزود وقت، يعني كان متوسط وفي أسئلة كانت بالقدرات العالية، يعني بسؤال الأخير كان من قدرات العالية كثير. صار بالله طلع لي كارت.